هو ما ينفعش يروح لان مكانه في قلوبنا. برحب بالاستاذه ساره ياسين حفيده الفنان الراحل اسماعيل ياسين. استاذه ساره مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. يعني اكيد لما اسمك بيقترن وبتقولي بقى كده اسمك بالكامل وبياتي في نهايته اسماعيل ياسين، اكيد بتلاقي مشاعر كتير وبتلاقي كلام كتير بيتقالك لغايه النهارده. اكيد طبعا، يعني انا ببقى فخورة جدا يعني بص، في الاول طبعا ما بقولش سارة ياسين اسماعيل ياسين، لان انا جد شوية، فالناس اللي هو يعني مش عايزة من الاخر يقولي تقل دمك، لن ده انت أعيش ازاي في حفيد جلباب اسماعيل أبي ياسين؟ يعني. لكن طبعا لما، لا مش كده، بس انا مش دمي خفيف زيه، فببقى مش عايزة انا اللي اتشتم، لكن لا ليه طبعا بس؟ لما الناس بتعرف انا ببقى مبسوطة جدا يعني. طبعا دي حاجة يعني تخلي اي حد يبقى فخور بيها. احنا كنا يعني جيلي والجيل اللي قبلي واللي قبله وولادنا لغايه دلوقتي لما بنشوف افلام اسماعيل ياسين كل واحد ليه ذكريات مع كل فيلم من الافلام دي. قولي لي مشاعرك لما كنت مع الوالد، كنتوا بتتفرجوا على الافلام، كان بيقعد يحكي لك ايه؟ يعني ايه اللي كان بيقوله له الجد بقى اسماعيل ياسين عن كل فيلم من الافلام دي؟ بابا لما كان يعني بنتفرج على افلام اسماعيل ياسين معاه، كان بيقعد يحكي لنا قصص اللي ما وراء الكواليس. فعلا يعني بابا كان من واحنا صغيرين جدا دايما بيتفرج على افلام بابا. انا بابايا كان بيحب بابا طبعا جدا، طبعا ويعني كان بيوحشه، قال لنا ده فكان كتير يعني. بيتفرج على افلامه بالظبط. فكان بيحكي لنا ما وراء الكواليس للأفلام. يعني مثلا كان يقول لنا محمود المليجي طيب جدا، من كويس. الشخصيات الطيبة مش شريرة زي ما انتوا شايفين. أها كان يحكي لنا الروح اللي بينهم، كان يحكي لنا ان هو كان بيروح معاه الاستوديو كتير، كان بيحكي لنا ان هو كان ملتزم جدا، كان بيغير ساعات لبسه في العربية، لأنه كان يعني في سنة من السنين عمل 18 فيلم، 18 فيلم فكان بيبقى ما فيش وقت انه يغير، ياه فما كانش في وقت يغير الراكور بتاعه الا في طبعا العربيه. في العربية. ان هو كان بيحب العمال وبياكل معاهم همم وبيعاملهم بتواضع. كان يعني هو كان دائم انه يجيب سيره بابا في اي مناسبه ومن غير مناسبه كمان. طيب احنا مثلا من الحاجات المفارقات الغريبه يا استاذه ساره ان اسم كبير زي اسماعيل ياسين ملك الكوميديا، من احد ملوك الكوميديا في العالم مش بس العالم العربي، كان في شخصيته وفي حياته ما كانش هذا الضاحك، ما كانش هذا الانسان يعني اللي عايش كده الامور على طبيعتها وعلى سجيتها زي ما بيطلع، ولكن كان يقال بانه كان دايما مهموم، كان دايما عنده يعني احاسيس كتير ومشاعر كتير ربما ما كانتش بتمكنه يعيش هذه الحياة والضحك المتواصل، هل ده حقيقي؟ مظبوط، هو فعلا كان شايل هم بكرة جدا، كان على طول هو كان بيحب شغله، كان متفاني فيه، وكان شايف ان الحياة شغل. يعني اللي حصل لبابا وخسارته في محله سويسرا وشغله خلاه عايز ان هو دايما يبقى ناجح، دايما يبقى معاه فلوس، دايما يبقى مأمن مستقبل بابايا، دايما الوضع كويس ماديا ونفسيا لبابايا. فكان فعلا شايل هم بكرة، شيء وخاصة انه يعني هو عارف ان الفن بالذات يوم طبعا، الدنيا كويسة ويوم الدنيا والجيل مش ده كويسة، بالذات اتقرص وده اللي من الفن. خلاه صح مظبوط، صح وده صح اللي خلاه في آخر أيامه يرجع للمونولوج. يعني صح ما يفضل ما يستسلمش، مع إن أنا عايزة أوضح بس إسماعيل ياسين ما ماتش فقير ولا لموله عشان امال ايه يعملوا الكلام اللي جنازته بيتقال ده؟ ويدفنوه الكلام ده. ان واضطر يروح يشتغل في والله إحنا بيروت بنسمع إشاعات ويعمل كتير، حفلات وكازينوهات بيروت عشان يقدر يصرف ويقدر يجيب فلوس ويقدر يعني يعيش. ايه الكلام ده؟
لا، النكسة 67 كلهم سافروا لبنان، كل فنانين مصر سافروا لبنان نتيجة النكسة. فهو اشتغل في لبنان، والشغل اللي كان موجود في لبنان كان مش يعني، مع احترامي لكل الدول يعني، لكن ما كانش بنفس جودة الأفلام اللي لكن ما موجودة توفاهوش في مصر الله وهو يعني. على زي ما بيقولوا كده على الحديدة يعني، أو كان في وضع مادي صعب يعني زي ما بيقال أو بيؤرخ. لا، هو ما كانش، هو ما كان السينما زي ما بيقولوا اديته ظهرها، المسرح نفس الحكاية يعني، المنتجين ما بقوش يجيبوه، فهو لقى الشغلانة اللي هو يعني ابتدى بيها، هي صح ان هو يبقى مونولوجيست، رجع لها تاني لانه في بيت مفتوح، في ابن له حياة لازم صح يأمنها، فكان لازم، هو شايف ان ده الصح. كويس. طيب انا عايز اعرف من حضرتك بقى نقلا عن الوالد الاستاذ ياسين اسماعيل ياسين، كان بيقول لك ايه يعني مثلا؟ هل في جمله كان بيتذكرها للراحل اسماعيل ياسين كان بيقولها له، او كان دايما التكرار للجمله دي؟ وكمان يعني شيء من المقتنيات، ايه الحاجه اللي انت بتحتفظي بيها حتى الان من ريحه الجد يعني، وبالنسبه لك دي لا تقدر بثمن؟ بابا كان بيقول على بابا ان هو كان طيب جدا، وكان بيقول ان هو كان احسن اب في الدنيا، وان هو كان ندمان انه يعني في فترة في حياته، فترة المراهقة، ما كانش قريب منه قوي، وان هو كان يعني عايز انه يعني لما كبر واشتغل في الفن، في التأليف واشتغل في الاخراج، كان نفسه يعمل اعمال مع بابا. نصيحة أو جملة معينة يعني بصراحة مش متذكرة حاجة زي كده. المقتنيات، هو كان عنده مكتبة كبيرة، للأسف مقتنيات كتيرة ليه يا اتسرقت يا ضاعت للأسف، لكن عندنا مثلا كتب متجلدة مكتوب عليها إسماعيل ياسين، روايات هو كان بيقراها وجلدها ويكتب عليها اسمه، عندنا في روب تقريبا بتاعه، عندنا حاجات مكتوبة بخط ايده، عندنا البومات صوره، وانا الله، يعني في صور في منها صورة هي بعتها لكم بتتعرض، عشان تعرضوها. بتتعرض، بتتعرض للوالد، معاه، مظبوط، ومع محمود شكوك هو الله كان يرحمه، بيحب التصوير جدا، والله، هو كان هاوي تصوير. الله يرحمه ويحسن إليه، واسمه علم كبير وأحد القوى الناعمة لمصر في الخارج طول السنين دي كلها. اسم اسماعيل ياسين في اي مكان في الوطن العربي يتسمع اسم اسماعيل ياسين، الناس طبعا يعني تيجي على اذانها هذه الذكريات والاعمال العظيمه اللي قدمها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه ساره ياسين اسماعيل ياسين، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.